أكد وزير قطاع الأعمال محمد شيمي أن شركة النحاس المصرية تعد أحد الصروح الصناعية التي تدخل منتجاتها في العديد من الصناعات، مشيرا إلى أن الشركة تسهم في دعم الصناعة الوطنية وتلبي احتياجات السوق المحلية. جاء ذلك خلال زيارة للوزير وزير قطاع الأعمال العام لشركة مصانع النحاس التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية بمحافظة الإسكندرية. تفقد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني سير العمل في محطة تحلية مياه البحر في منطقة الضبعة بطاقة تصميمية 40,000 متر مكعب يوميا، كما تجول الوزير ومرافقه بمكونات المحطة المختلفة للاطمئنان على انتظام سير العمل بالمراحل المختلفة لتحلية المياه وجودة ومأمونية المياه المنتجة. جاء ذلك عقب زيارة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لمدينة رأس الحكمة. بدأت وزارة الري والموارد المائية في تفعيل بروتوكول التعاون الموقع مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتنفيذ أعمال تأهيل لعدد من المنشآت المائية، وقد عقد وزير الموارد المائية والري هاني سويلم اجتماعا لمتابعة خطط عمل صيانة وإحلال المنشآت المائية بما يضمن تحسين وتشغيل هذه المنشآت وتطوير عملية توزيع المياه وتحقيق الإدارة المثلى للمنظومة المائية. أكد سويلم على أن الوزارة تهدف لتحسين أداء منشآت الري في مصر من خلال تأهيل ورفع الكفاءة التشغيلية للمنشآت المائية ذات الأولوية وضمان سلامتها من الناحية الإنشائية والتشغيلية والمساهمة في تطوير منظومة توزيع المياه عن طريق رفع كفاءة تشغيل منشآت التحكم في التصرفات وفي البوابات. أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط خلال مشاركتها في جلسة نقاشية بمجموعة العشرين في البرازيل على أهمية التعاون الدولي في مواجهة التحديات العالمية المعقدة، وأكدت المشاط أن الأزمات الحالية تتطلب تعزيز النظام الدولي متعدد الأطراف وتبادل الخبرات بين دول الجنوب بهدف تحقيق أجندة 2030 للتنمية المستدامة والحد من أوجه عدم المساواة. أبرزت المشاط مبادرة حياة كريمة كنموذج ناجح لدعم الأهداف التنموية في المناطق الريفية في مصر، وأكدت التزام الحكومة بتعزيز الإدماج الاجتماعي وتوفير الفرص المتكافئة للجميع. وفي ختام كلمتها دعت المشاط إلى الاستفادة من قمة المستقبل المقررة في سبتمبر لتعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات المستقبلية. أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكساندر نوفاك أن روسيا ستعوض تجاوز حصص إنتاج النفط الخام التي حددها الشركاء الدوليين في تحالف أوبك بلس، موضحا أنه لا يوجد أي خلاف على هذه المسألة. أشار نائب رئيس الوزراء الروسي إلى أن إنتاج روسيا من النفط الخام في يونيو الماضي تجاوز الحصص التي حددها تحالف أوبك بلس، لكن وزارات الطاقة تعهدت بالالتزام بمستوى الإنتاج المطلوب في يوليو. وصلنا معكم مشاهدينا الكرام إلى نهاية هذه الجولة في أخبار المال والأعمال، ونعود إلى شروق ودينا. شكرا لك مصطفى ميزار.